الثانية جاهزة للانطلاقة. بسم الله وعلى بركة الله، مشاهدينا متابعينا الكرام، ينطلق الشوط الرابع في هذا المساء بمشاركة 14 راس للخيل المؤجلة لصلة كفة الجرة الرابعة ولمسافة 1700 متر على المضمار الرملي. نشاهدون اندفاع من الجهة الخارجية من خلال الشعار العنابي والدوائر البيضاء مجدي رقم 15 مع الخيال غاري سانشيز، بينما محاولة من زراندي رقم 7 مع الخيال كارلوس هيريك، أيضا متابعة في المركز الثالث من خلال كومراد إنارامز رقم 14 مع إيفان روسي في المركز الرابع. الآن تقدم لمحاولة أيضا من خلال تفروك توماس لوكاسك بالشعار الأزرق والنجوم البيضاء. عودة إلى الصدارة والمركز الأول، تقدم الآن واندفاع لزراندي رقم 7 وكارلوس هيريك مع المدرب حمد الجهني ملك السيد سعيد ناصر القاضي، وفي ثاني المراكز مجدي شعار السادة أم كرن وسلالة فري نايس نيم مع غاري سانشيز. المركز الثالث بالشعار الأصفر كومراد إنا رامز رقم 14 فار روسي. خامس المراكز أو رابع المراكز هنا أيضا تاغوليني مع فالح بوغنيم، محاولة بالشعار السماوي والأبيض، ولكن هنا التقدم والدفاع للجهات عند الانعطاف قبل الاخير والتوجه نحو المنعطف الاخير. نشاهد وراء زراندي ومحاوله من سلاله سكات دادي. كارلوس هيريك في الصداره المركز الاول، مجدي في المركز الثاني، متابعه هنا في المركز الثالث كومراد انا رمز. الجياد عند الانعطاف الاخير والتحول نحو الخط المستقيم، محاوله قويه من مجدي من الجهه الخارجيه وايضا متابعه بالشعار الازرق من تفرك، ولكن المركز الاول منافسه بين راسين من خلال تواجد زراندي وكذلك مجدي. زراندي الى المركز الاول والصداره في هذا الشوط مع كارلوس هيريك رقم 7 الى المركز الاول والصداره مع حمد المالك الجهني وملك السيد سعيد ناصر القاضي في هذا الشوط. مشاهدينا متابعينا الكرام، شاهدنا هنا النتيجة النهائية ورسمياً قبل لجنة المعتمدين بالنسبة للشوط الرابع، الصدارة لرقم 7 زراندي المدرب حمد المالك الجهني ملك السيد سعيد ناصر القاضي والخيال كارلوس هيريك. المركز الثاني لرقم 15 من خلال مجدي والمدرب البانديميون ملك السادة أم قرن والخيال غاري سانشيز. المركز الثالث لرقم 1 تفرك المدرب جوليان سمارت ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني والخيال توماس لوكاسيك، بينما المركز الرابع لرقم 3 ورسان المدرب محمد جاسم الغزالي ملك السيد خليفة بن إسحاق الكواري والخيال جيمي جامبر. المركز الخامس من نصيب رقم 12 من خلال تواجد ثيري المدرب محمد ناصر الرمزاني النعيمي ملك السادة مربط الجريان والخيال ألكسندر ريزينكوف. تهانينا للفائزين بانتظار بقية أشواط هذا المسافة، قمعنا.